ابتدى بقى فصل الصيف، الجو الحر والرطوبة العالية. دايما احنا بنشتكي في يعني فصل الصيف من جفاف البشرة وتساقط الشعر. النهاردة هنقول لكم شوية نصايح ووصفات طبيعية اي حد يقدر يعملها في البيت بسهولة جدا، تحمي شعرنا في فصل الصيف وكمان نرطب بيها جسمنا. وده من خلال ضيفتنا اللي منورانا في بيت السفيرة عزيزة، خبيرة التجميل سارة العوام. أهلا بيك يا سارة. أهلا بحضرتك وأهلا بيك يا جسيم مدام سناء. مبسوطين أنت معانا علشان كل حد هيبقى عايز يسمع المعلومات اللي أنت هتشاركينا بيها النهاردة. قولي لنا بقى يا سارة، أول نبتدي بالشعر وبعدين نشوف البشرة. مفيش أي مشكلة. شايفين نبتدي مجموعة زيوت. معايا مجموعة زيوت وهقول لهم على تبس وتراكس، بجد خطيرة جدا. بقشيش، هتدينا معلومات بقشيش خطيرة بدل منتجات التجميل الباهظة في الأسعار اللي احنا دايما بنضطر ان احنا نجيبها لشعرنا او لجسمنا. سبحان الله، ربنا خلق كل حاجة طبيعية ليها دواء لكل مشاكل الانسان، وباسعار بسيطة جدا جدا. فهنبتدي بالشعر زي ما دام بالشعر وبعدين نكمل بالبشره. للشعر انا ممكن اقول لكم على وصفتين او ثلاثه حلوين جدا 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 وفي بيت كل الناس واي حد ممكن يعملهم وافوردبل جدا كسعر. اول وصفه تتعمل دي تطويل وتتقيل حلوه جدا، ده تونر للشعر. التونر ده عباره عن بنجيب بصل احمر، ناخد القشر بتاعه او نحط البصل زي ما هو كده، نقطعه من النص بالقشر بتاعه في بوله او في حله فيها ميه، ونحط معاها ثوم ونحط روزماري ونسيبهم يغلوا مع بعض. مقادير قد ايه؟ بصلايه واحده روزماري او اثنين. يعني بصلايه واحده روزماري، يعني ايه واحده؟ فرع فرع واحد. بالظبط. طب احنا بنجيب الروزماري بيبقى لو ما لو اللي هو مطحون ما فيش مشكله، نحط حبه يعني بمقدار الغطاء بتاع بتاع العلبه او حاجه. روزماري، ونحط الثوم، هو فصين ثوم بس نقطعهم بالنص. يعني نخلي الثوم مقطوع بالنص، بصلايه مقطوعه بالنص بقشره بس، بصلايه حمراء. نسيبهم يغلوا غلوه واحده بس. اول ما يغلوا الغلوه دي احنا بناخد الليكويد او الميه اللي اتعملت من الحاجات دي. حطينا ميه قد ايه برضو؟ نحط مثلا لو هي مج مثلا ميه، ثلاث كوبايات ميه مع الحاجات دي. أوكي. عشان تقضي شويه، لان احنا شايفه حضرتك دي يعني هي بتاعت السبراي دي احنا هنملاها هنستخدمها، هي بتقعد عشان ده حاجات طبيعيه طبعا ماكسيمم اسبوعين. بعد كده بنريو من اول وجديد عشان ما تبقاش فسدت يعني. بس بعد نجيب الليكويد او الميه بتاعت خلاص غلوه واحده نسيبها تبرد على جنب. واول ما تبرد نصفي كل ده بمصفى او اي حاجه، وتكون بردت خالص. الميه زي ما قلت لكم نحط في حاجه زي دي. شعرك بعد ما انت تاخدي شاور ناشف او مبلول، لو انت رشيتي على الشعر على طول، الناس اللي بتعمل شعرها مثلا، انا شعري كيرلي طبيعي، فانا مثلا اول ما باخد شاور وهو مبلول وانا بعمل الستايلنج الكيرلي، الميه دي ريحتها بصل وريحتها لا 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 مش هتمسك في شعري؟ لا لا ما تبقاش ليها ريحه. ليه؟ هقول لك. احنا بعد ما بنحط السبراي ده على الشعر، ناس يعني قبل النوم ممكن تحطيه على فروه الشعر، تمام، تستفادي بيه وانت نايمه. لكن لو انت في نص اليوم او اول اليوم، يعني يستحسن ان هو يتحط على الشعر بس كده، الاطراف الحاجات دي بحاجات بسيطه ما فيهوش اي ريحه خالص. الثوم لما بيتغلي غلوه واحده مع البصل ومع الروزماري، روزماري ريحته برده قويه. عايزه بقى تنهي الريحه دي، ممكن نحط قرنفل مع الميه بس. مش قرنفل، سبع قرنفلات في الميه، في الميه وهي بتغلي خلاص. انت كده ريحه البصل راحت تمام، لان ريحه القرنفل قوي ده اللي هي هتشتكي من ريحه. طب دلوقتي معلش يعني انا شعري وعملت رحت للكوافير وعمله لي ورشيت، ولا قبل ما اروح له؟ لا قبل ما تروحي له. لو انت بتعملي شعرك يبقى قبل ما تروحي له. هي ماده مش اويلي خالص، ما بتلزقش الشعر خالص. يعني عادي لو عملتي يعني غسلت شعري والسشوار وحطه، ولا قبل السشوار؟ قبل. لو انت حطيتيه هو ميه هيبوظ الشعر. اوكي. قبل. بالظبط. تونر ده خطير خطير. نتيجه التونر ده امتى بقى؟ شهر ونص بالكثير قوي هتبتدي تحسي ان التساقط بتاع شعرك ابتدى يقل خالص. يعني انا اللي لاحظته انا كبيرسونال يوز، انا شعري لما كنت بسرحه كان مثلا كنت
كتله شعر تنزل في في الفرشه. انا بعد مثلا شهرين ابتديت الاحظ ان انا شعري اللي بيقع حاجات قليله جدا، فابتديت ابسط، لا ده في نتيجه. فانا دلوقتي مكمله عليه بقالي اكتر من سنه. بس بتحطه في الاطراف ولا في كل شعري؟ قبل ما تنامي لو انت مثلا كده على فروه الراس ويبقى حلو جدا. لو قدرنا نعمل مساج مش بني، لا قدرنا نعمل مساج خفيف جدا كده لفروه الراس مده دقيقه او دقيقتين، تحفه قبل النوم. ده على فروه الراس ده اكتر حاجه سيف. لكن طبعا كلها حاجات ناتشرال، والبصل والثوم والحاجات الانجريدينتس الطبيعيه دي احسن حاجه. اقدر استخدمهم بقى الى ما لا نهايه. ما لا نهايه. بصي كل ما تخلص اللي عايز 3 اشهر وبعدين يقول لك بعديها تسيبي شهر. بصي انت هتخسري حاجه لو عملتي كل 3 اسابيع سبتيها في البخاخه ولما جيتي تعملي شعرك او بعد الشاور رشيتي، مش هياخد منك اي وقت خالص الحته اللي هي الغلوه بتاعت الحاجات مع بعض. اوكي. فده على طول. انا بقالي سنه دلوقتي صراحه ومش ناويه ابطل خالص لان انا عاجبني النتيجه بتاعته. ده التونر. تاني اعمله يعني اعمله كم مره في الاسبوع؟ مش كم مره، هي كل ما تيجي تاخدي شاور، كل ما تغسلي بس شاور. بعد الشاور يعني شعرك يكون نضيف شويه. حتى على فكره والله مش شرط تكوني لسه طالعه حالا من الشاور، يعني انا واخده شاور امبارح او اول امبارح الشعر برده بيبقى ستيل لسه نضيف وشعري ناشف شويه، انا ممكن اجيب البخاخه دي اقعد ارفرش كده. ده تونر خطير يا جماعه للناس اللي وسهل تنفيذه. سهل جدا. الوصفه الثانيه بقى للناس اللي هي يعني ممكن تعملها كل 3 اسابيع مره، هي مجموعه الزيوت اللي انا هقولها لكم. احنا جايبين منها حاجات هنا معانا. والزيوت دي اكتر زيوت طبيعيه مفيده جدا 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 للشعر. تمام. اساميهم اكيد هنقول. اول حاجه معانا بذر الكتان. اوكي. طبعا الناس عارفه بذر الكتان ازاي مفيد للشعر. تمام. ده زيت زيتون عادي. ده زيت خروع. لا سوري، ده زيت الخروع. ده زيت قرنفل. تمام. وده زيت الزيتون. سوري، ده مش زيت الزيتون. ده زيت الزيتون. لونه فعلا. ده زيت الزيتون. وده زيت قلنا القرنفل. الاثنين دول خليهم عشان دول الجسم. دي حاجات الشعر. طيب. نتكلم عليها. زيت الخروع طبعا معروف ازاي مفيد جدا للشعر. زيت الزيتون نفس الكلام. انا بقى لما باجي اعمل ماسك الزيوت اللي هو زيت خروع وزيت زيتون وزيت جرجير لو فيه تحفه، وزيت القرنفل. تمام. بيقولوا جنين القمح كمان تحفه، وبذر الكتان خطير. جنين القمح وبذر الكتان حلو جدا للشعر. يعني في ناس بتعمل على فكره بذر الكتان ده، انا بعمل بيه ستايلنج للكيرلي لان هو بيبقى في الاخر لما زي الجيل شويه. بالظبط. دلوقتي احنا جبنا دول من العطار. من العطار. بس عطار يبقى مضمون. أوكي. عشان يبقى الحاجات بلخبطهم على بعض، بحط بكميات قليله متساوية. جدا. شايفه حضرتك الغطا مثلا ده؟ الغطا بتاع اخد ربعه مش نصه، كمان اقل من ربعه. نحط من كل اويل. يعني احنا خلينا نحط في البوله مثلا، اقول لكم بالظبط قد ايه بس. دي دي يا دوبك كام نص. احنا مش عايزين، انا مش هحط غير على انا مش هحط على الشعر كله. احنا نحط على الروتس ونعمل مساج. وزيت الزيتون نحط حبه قليلين جدا برده منه. تمام. زادت معاها شويه دي. بذر الكتان قلنا خطير يا جماعه. بذر الكتان لوحده اصلا من غير اي اويلز يعني للشعر خطير بجد. نحط بالظبط زي ما انا بحط نقطتين. بالظبط نقطتين نقطتين كده بس، ونخليهم يميكسوا كويس جدا 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 مع بعض. ممكن عندنا تو اوبشنز، الفرشه بتاعه الصبغه اللي احنا بنعمل بيها موجوده في كل البيوت او بايدينا نلبس مثلا جلوفز او بايدينا الطبيعيه ونمسك، والروتس نفسها نفضل نعمل في الروتس، نقسم شعرنا نعمل الروتس لغايه ما يبقى الشعر كله خلاص بقى فيه اويل، وبرده نعمل مساج خفيف جدا جدا لفروه الشعر. وننام بقى بيه ده؟ لا زيت ما ينفعش تنام. امال نعمل ايه؟ لان هي اويلز تقيله شويه بتبقى ندخل بقى نغسله بعد كده ساعتين. نسيبه ساعتين. على فروه الراس ساعتين. بالظبط. ساعتين. وفي ناس بيبقى عندها اللي عارفه البونيل الحراري. لو ده يبقى هي ساعه واحده نحط البونيل الحراري بعد ما عملنا ومساج خفيف جدا مع الاويلز ولمينا شعرنا، نحطه ساعه ونخش نغسل شعرنا. بجد انا بعد الغسله بتاعت الاويل دي اللي هي كل اسبوعين مره او حاجه، انا شعري بيبقى مترطب
ترطيب طبيعي. كويس. طبيعي. طيب. احنا مع الاسف ما عندناش غير الدقائق قليله جدا. يبقى نخش في الجسم على طول. بالظبط. اقول لكم بقى وصفتين خطار جدا للجسم. اولها سكراب. السكراب ده بيشيل، نقول بيعمل ايه؟ بيشيل جلد ميت، بيعمل اي بيجمنتيشن، البقع او التصبغات اللي في الجسم. لو الناس عندها مشاكل السكارز، مكان حبوب بتطلع في الجسم، ده بيشيل كل مشاكل الجسم من الاخر. ايه هم ثلاث منتجات موجودين في كل بيت طبيعي؟ قهوه، القهوه، سكر، يعني بن قصدك؟ بن. بالظبط. بن وسكر، وممكن نحط معلقه جليسرين او جوز هند. تمام. زيت جوز هند. زيت جوز هند. وهي بيبقى زي سكراب كده. تمام. احنا نحطه على الجسم كله ونفرك، نسيبه شويه، القهوه بتنشف على طول يعني، لو دقيقتين نسيبه ونفرك الجسم كله، هتشوفي فرق جامد جدا. احنا لو كان في وقت كنت عملتها على البشره كمان ولا الجسم بس؟ على الوش والجسم وكل حاجه. بس لو على البشره ما يبقاش الشوجر او السكر اللي هو الخشن قوي، يعني اللي هو فيه سكر بيبقى ناعم شويه. الخشن مش مشكله، يعني على الجسم حاجه. بن وسكر وجليسرين. وجليسرين او جوسنت. ماشي. ونعمل السكراب ده، خطير للجسم. تمام. حاجه ثانيه سريعه برضو ممكن تحت العين. ممكن الجسم. ممكن تحت يعني العين، يعني يوصل لهنا. طالما بنتكلم في اي حاجه ناتشرال، مش هتاذي اي حاجه في السكين بتاعتنا. تمام. الوصفه عايزه اقول لكم الوصفه الثانيه، انا رايي اقول لها نستفادوا بيها احسن للشعر. سكراب الجسم ده حلو قوي. الاويلز برضو ممكن نستخدمها للجسم للشعر، ودي مهمه جدا هقولها سريعا جدا عشان دقيقه عندناش غير دقيقه. اوكي. الرز يا جماعه، رز ميه رز. هنعمل ايه؟ وبرده بذر الكتان، بس مش الاويل الطبيعي. نحط حله، نحط فيها نص معلقه، سوري، نص كوبايه رز. أيوة. معاها معلقتين بذر الكتان. أيوة. وميه، ونسيبهم يغلوا، يخلي الرز يبقى معجن زي الجل شويه. معجن يبقى فيه ميه شويه. وحتى لو الميه خلصت نزود ميه. أوكي. اول ما يعجن واستوي اقفلي عليه وحطيه في الخلاط كله، اعمليه مع بعضه، وجيبي شاش او مصفى، اي حاجه عندك، الشاش او المصفى، وصفي الخليط ده كله، هيبقى كريمي. كريمي زي حمام الكريم بالظبط. نصفي كل الخليط ده ونحطه في حمام كريم، ونحط عليه نقطه زيت زيتون او جوز هند. وده احسن حمام كريم طبيعي للشعر ممكن اي حد يعمله. الله. لازم نجرب. لازم. انا هعمل لكم الخلطات دي. لو سمحت يعني. اكيد هعملها لكم. وبعدين احنا نقوله لهم. اكيد. يعني ساره افدتينا، وان شاء الله كلنا شعرنا يبقى تحفه بعد الكلام ده، هو وبشرتنا كمان تبقى كويسه. احنا بنقول لك متشكرين، نورتينا ساره العوام خبيره التجميل.